قلت لك المرة اللي فاتت، المرة الجاية وانت جاي تجيب لي الناس اللي هنجيبهم. فاكر منهم مين؟ انا اقول لك، انا مثلا انا بعد ما قلت الباك رايت بتاع المصري اسمه ايه، العلائي، كريم العلائي، لا فكرت لقيت هشام صلاح. هشام صلاح للاتحاد. الاتحاد ده كويس. ماشي. خلاص هيجيبوا محمد عاطف في الاهلي. احمد عاطف. احمد عاطف. انت عندك معلومه يعني مش كده، بس يعني في ان احمد يعني، وهو فعلا الولد ده لازم يلعب اهلي او يحترف. في خلاص ان شاء الله شكري ده احتمال يرجع برضو. دي بقى الباك ليفت. دول الحاجات. بس انا سامع برضو ان في صفقات قويه جايه من بره، يعني على الاقل 3 لعيبه اجانب يعني. يعني استاذ ياسين منصور هيجيب لعيبه كويسه. بس انا يعني بتمنى ان حاجات كتيره تتغير على اول الموسم. من كله، من قطاعات ناشئين لمدير قطاع الكوره، ده الطبيعي. ودخل ولاد النادي تاني. انا هفضل اقولها. هم اللي شغالين مين؟ ما حدش شغال من كابتن محسن صالح وكابتن زكريا، لجنه الكوره والتخطيط. ما فيش. كفايه نجحوا. السيد عبد الحفيظ مدير كوره ناجح جدا، بس لازم يريح سنه او سنتين. التعاقدات لازم تبقى اقوى من كده شويه. قطاع الناشئين كله. مدربين ما فهمش غير 2 من اولاد النادي، مديرين فنيين، الباقي جاي من بره. مع الاحترام لخالد بيبو بتاع، لا قطاعات الناشئين دي هي الاساس. فلازم تدخل فيها ناس تقيله، لازم تجيب ناس عينين تلف، تجيب لعيبه مش لجنه كوره بس تشوف سيديهات، لا نزل ناس على ارض الواقع، بس يديهم اللي بياخدوه بره.